ضمن سلسلة الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، نظمت وقفات احتجاجية في شتى أنحاء البلاد وفي مدينة سخنين. جاءت الاستجابة أيضا للحراك الرافض لتنامي العنصرية والفاشية والمطالبة بإسقاط قانون القومية الجائر. هاي النشاطات يدل على أنه في هناك لجنة اللي عمليا أعطت برضو بعض الوقت للهيئات وللأجسام السياسية إنها تدرس تصوراتها حول هذا القانون ومخاطره من شان تدلي بدلوها بالنسبة كيف نقاوم هذا القانون. في السياق ذاته نظمت وقفة احتجاجية أمام بيت وزير المالية موشيك حلون في حيفا، والتي دعت لها لجنة المتابعة، فيما انضم للاحتجاج عشرات المواطنين اليهود القلقين من سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية. نحن منطلقون في نضالنا من أن هذا القانون يجب أن يسقط، ونحن نعمل من أجل أن يسقط، وبإمكاننا أن نسقط هذا القانون وأن نلغيه. أنا أعتقد أن هذا القانون ليس ضد العرب فقط، بل هو ضد المساواة. هذا القانون أتى ليولد الغضب والكراهية، أهداف سياسية وأهداف بحسب رأيي غالبية المواطنين غير موافقين عليها. غالبية المواطنين تريد المساواة وأن نحيا سويا، هو ببساطة قانون سياسي وعنصري. بينما يتواصل النضال ضد القانون المشحف، يرى أكاديميون وسياسيون يهود بأن هدف قانون القومية جعل العرب يشعرون بعدم الأمان وبمستقبل المجهول، وفي ذات الوقت يهدم ما تبقى من قشور الديمقراطية ويؤسس بوضوح لدولة فصل عنصري.